العواض عليكم يا حبايب مصر. هي مصر ما عندهاش بترول ليه؟ ايه؟ انا كنت بتكلم امبارح مع واحد صاحبي راح فاتح لي الخريطه كده ومشاور لي على الوطن العربي وبيقول لي هي ليه كل الدول حوالين مصر فيها بترول ومصر لا. انا بصراحه معلوماتي في البتروكيماويات على قد، انا ما اعرفش غير الكيماوي اللي برميه في الارض. فقلت له صح، احنا ما عندناش نفط بس عندنا غاز كتير ولسه هنلاقي اكتر، وفي خلال 3 سنين مصر بتستهدف انها تحفر 300 بير جديد، وان في 11 بير بيتحفروا دلوقتي تابعين لشركه دانا غاز الاماراتيه. ده انا فرحان قوي، وهيدخلوا لمصر 80 مليار قدم مكعب من الغاز، وتكلفه المشروع دي اكتر من 100 مليون دولار. والحقيقه ان مصر فيها ثروات كتير، ده ربنا سبحانه وتعالى قال عليه خزائن الارض، بس المشكله ان الاستثمارات قليله ومفيش استغلال صح للموارد لسه. اعملوا لي بقى لايك وسبسكرايب عشان اطلع لكم بترول في بيتكم.